مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، قوات الشرعية اليمنية تهاجم مواقع ميليشيا الحوثي في نهم شرق العاصمة صنعاء، والجيش اليمني يرصد 250 خبيرا إيرانيا في صعدة والحديدة. الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية توافق خلال اجتماع في نيويورك على إضافة جريمة العدوان إلى قائمة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. الحكم بالسجن على رجل كندي إيراني لمدة 32 شهرا بعدما اعترف بذنبه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال تآمره لتصدير مواد عسكرية إلى بلده الأم. في أخبارنا المنوعة، خبراء وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يؤكدون أن ثقب الأوزون تقلص إلى أدنى حد يصل إليه خلال السنوات 30 الماضية. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بيتكوين والعملات الرقمية.